تعسير الذاكرة وتنشيط المخ الوسيلة. هو عبارة عن عسل ممزوج بمستحلب أعشاب طبيعية، معروف قديما وحديثا في تنشيط الذاكرة وتحفيز المخ على النشاط وسرعة الإدراك، بالإضافة إلى الغذاء الملكي الغني بالفيتامينات والمواد المساعدة في تقوية عمل الدماغ. الفوائد: منشط للذاكرة، مغذي للمخ ومحفز لعمله، مذهب للخوف والقلق وكل الاضطرابات النفسية. المكونات: عسل نحل، جينكا، زنجبيل، مرمرية، إكليل الجبل، غذاء الملكات. صفوف الطاقة الوسيلة: هو عبارة عن مكونات طبيعية فعالة جدا في توليد الطاقة في الجسم والمساعدة على النمو الطبيعي للأطفال، مذهبة للخمول والإجهاد، جيدة لفقر الدم ومقوية للعضلات والأعصاب وحتى الذاكرة والضعف الجنسي. المكونات: مكسرات، جينسينج، جينكا، حبوب اللقاح، سمسم، وأعشاب أخرى. مجرب طبيعي وآمن وفعال. الوسيلة العشبية لتفتيت وإسقاط حصات ورمال الكلى والمرارة والمثانة، مستخلصة من أعشاب طبيعية التي أثبت العلم الحديث والقديم نجاعتها وقوة مفعولها. إذا استعملت بطريقة صحيحة ومدة كافية ليس لها أي خطورة أو أضرار جانبية، لكونها من أعشاب طبيعية آمنة وبمقادير مدروسة، والتجربة خير برهان. المكونات: شرش الذرة، بذور الخلة، الحبة السوداء، حشيشة الإوز. أعشاب الوسيلة: 19 سنة من النجاح والثقة.